مبارك عليكم وكل سنة وانتم طيبين. مع اليوم الثالث من أيام شهر رمضان المبارك نلتقي فيكم عبر الفضائية الكويتية من متحف بيت العثمان، بالتحديد من قرية نقرة العثمان في حولي. أهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله معنا مع هذه الانطلاقة الجديدة. بداية هذه تحية حلوة من جميع الزملاء في البرنامج من مختلف التخصصات اللي موجودين هني علشان نكون معاكم بشكل يومي بإذن الله تعالى عبر الفضائية الكويتية. بالبداية ودي أشكر الجهات اللي قاعد تشارك معانا هني وتساعد في متحف بيت العثمان، منها جمعية الروضة وحولي التعاونية، فريق إكسبو للحرف والمهن والمبدعين الكويتيين اللي قاعد أيضا يشاركون معانا، وأيضا فريق الطيبين. أيضا نحب نقول إن طريقة المشاركة هي عن طريق الاتصال، ودائما تلفوننا اللي هو 22-326-688. هذا هو من الساعة 10 صباحا لغاية 4 العصر. في بعض الاخوان قاعد يتصلون علينا وعلى الزملاء ويدقون ايضا على التنسيق بالتلفزيون يقولون قاعد ندق مشغول، لان ما شاء الله تبارك الرحمن العديد من اخواننا المواطنين والمقيمين ودهم يشاركون معنا في البرنامج. يعني اليوم احنا نحاول يعني بقدر الامكان ان ناخذ اكبر عدد ممكن من الاخوان اللي شرفونا ويبون يشاركون معنا عبر الفضائيه الكويتيه في برنامج مدفع الافطار. احنا قبل لا نبلش وعلي جاهز، لكن بقول لكم احنا علشان نعطي مجال للكل وان الاعداد بدات تزيد عندنا، احنا بنقول السؤال، بعد السؤال اذا ما عرفه بنعطيه اختيارات ثلاثه، اذا لا اختيار واحد جاوب هذا شيء يسعدنا ونعطيه الجوائز، ما عرف راح ننتقل الى فرصه اخرى مع متسابق ثاني. علي مساء الخير. كل عام مساء النور. السلام عليكم، مبارك لك الشهر علينا وعليك ان شاء الله. علي شلونك؟ تفضل لطاتك منا ومنك ان شاء الله. علي هلا. جمعية الهلال الأحمر الكويتي عندنا معروفة بالكويت والخليج والوطن العربي وعلى مستوى العالم، جمعية خيرية إنسانية غطت خدماتها الإنسانية جميع دول العالم، وهذا أمر معروف. إحنا سؤالنا يقول متى تأسست جمعية الهلال الأحمر الكويتي؟ أي سنة يعني؟ ما في اختيارات؟ في اختيارات. خوش كلام. 1950، 1966، 1930. فكر لك إجابة واحدة. 1960. إحنا ما عندنا 60، قلنا 1950، 1966، و 1930. ما عليك باللي اللي قال لا يغش... ما عليك باللي تكلمون. شنو قلت أنت بالبداية؟ آخر مرة عاد تعيد لي. 1950، 1966، 1930. 1966. خليك على 66. 1966 تم تأسيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي. جائزتك مبروك 50 دينار مقدم من وزارة الإعلام، زائد 50 دينار من مركز وايت لطب الأسنان. احنا كذي نروح مع أحمد. أحمد مساء الخير. مساء الخير أخوي سعد، الله يسلمك. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك، طول بعمرك إن شاء الله. لو قلنا لك كشك مبارك وين موجود؟ كشك مبارك سوق المباركية. المباركية، تمام. خوش كلام. الله يسلمك. كشك مبارك سمي على المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك الصباح، الحاكم السابع لدولة الكويت، حكم الكويت من 1896 ل 1915. سؤالنا متى تم تأسيس كشك مبارك لأول مرة، لأن بعدين أعيد إنشاء من جديد وافتتاحه. كشك مبارك متى افتتح؟ في اختيارات. أي في اختيارات. 1800، 1870، 1897. 1897. هذه إجابة صحيحة. في 1897 تم إنشاء كشك مبارك الشيخ مبارك في دولة الكويت. حصلت على 50 دينار مقدمة من وزارة الإعلام، وأيضا 50 دينار مقدمة من أطياب المرشود. ناخذ اتصال ثالث. مريم. مريم مساء الخير. مساء النور. هلا والله. كل عام وانت بخير. وانت بخير، تقبل طاعتك. منا ومنك ان شاء الله. مريم تدشين المطبخ انت عاده؟ اي نعم. شنو الاكله اللي يحبونها، يعني يقولون والله يا مريم سويها لنا برمضان؟ تشريب اكيد. تشريبه.
تخصصك التشريبة. زين تخصص كل شيء انت؟ متخصصه كل شيء. تمام. هاي نبيل تحطين بالانستغرام مريم شنو اكلاتك عشان الناس يشترون منك. تمام مريم، تحبين الرياضه ولا ندش عندنا سؤالين عن الرياضه؟ تحبين الرياضه؟ الرياضه بس يلا عطني الرياضه. اوكي تمام. في شغله، منتخب الكويت زين؟ اي نعم. مره واحده تاهل لكاس العالم. اي نعم. في اي سنه؟ كرة القدم طبعا. عطني اختيارات. 80، 81، 82. 82. 82. عندك خبرة بالطبخ وأيضا بالرياضة. تمام. 82 هذه هي الإجابة الصحيحة. منتخب الكويت شارك بطولة كأس العالم في إسبانيا بسنة 82 وكان أول فريق عربي آسيوي يشارك في هذه البطولة. حصلتي على 50 دينار من وزارة الإعلام زائد كوبون 25 دينار من شركة عبرات للعطور. احنا متواصلين معاكم ونبي ننتقل للناس اللي دائما احنا نتشرف بوجودهم معانا في مدفع الافطار ويدشون عندنا هني في بيت العثمان. كل عام انت بخير. بخير وصحة وسلامة. اهلا وسهلا فيك. حالك طال عمرك. حياك الله. شرفنا انك شاء الله. تعرف عليك؟ خالد العلي. خالد. اخوي خالد، قبل نتكلم على سؤالنا، وين تشتغل؟ في وزارة الصحة طبعا. ايه. في أرض المعارض مشرف. أي؟ قسم التطعيم. جنب المستشفى الميداني. مستشفى الكويت الميداني. مركز الكويت للتطعيم. نعم، مركز الكويت للتطعيم ومستشفى الكويت الميداني. الميداني. نعم. شو الإقبال عليكم؟ والله الإقبال قوي جدا. أي. ما شاء كثرة الله. يعني الناس اليومين هذه بكثرة بشكل فظيع يعني، وهذا شيء طيب يعني. أكيد. تلج الصدر شك. أمانة. نعم. نعم. يعني خاصة يعني إن وزارة الصحة قاعد تسعى إن توصل إلى المليون شخص مطعم خلال. إن شاء الله. هذه أمنيتنا. هذه أمنية كل الناس يعني. نوصل إن شاء الله لنهاية رمضان. أي. نوصل للمليون، فهذا شيء تكون. نعم. إن شاء الله مناعة مجتمعية. يعني أكيد شيء طيب للكل. وأعتقد يعني شغلكم من يعني الحين من العشر للعشر يستقبلون. صحيح صحيح صحيح. وصل الموجود عندكم الحين الفايزر بس ولا؟ الفايزر وصل والأكسفورد موجود طبعا في. أي. المراكز الصحية. نعم. سؤال، إيش رأيك هذا شنو؟ هذه طال عمرك أعتقد أنها الكشنة. هذه يحطونها قبل الكويتيين في الليوان، يعلقون يحطون فيها الأكل ويحطونها في الليوان. هذه الكاشونة. كاشونة عفوا. هذه كاشونة. زين. نعم. هذه الكاشونة. نعم. زين، خلها امسك عندك الكاشونه هذه، يعلقونها بالكويت بالليوان، بالليوان يحطون فيها الاكل او الأكل. الكامر او شامر. زين، انا بعطيك حط بالكاشونه مالتك هذه عبرات للعطور. تمام. كوبون ب 25 دينار. تمام. واطياب المرشود 50 دينار. ووايت لطب الاسنان، مركز الوايت لطب الاسنان قدم لك 50 دينار بالاضافه الى 100 دينار مقدمه لك من وزاره الاعلام. الزملاء اللي موجودين هنا يسلمون عليك. الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا جزيلا لك. تفضل طاعتكم اجمعين ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. احنا ما زلنا متواصلين معاكم هني. هذه معانا نتواصل معاكم وناخذ المكالمات. خلود. خلود مساء الخير. هلا والله. مساء الورد. يعطيك العافية. الله يعافيك. خلود عندنا سؤال. اسأل. تمام. أستاذ جابر في أي محافظة؟ أستاذ جابر الدولي في أي محافظة؟ الملعب. أي يعني؟ أي الملعب. الملعب على الدائرة السادس. لحظة. يبي لها لحظة بعد؟ لا تقولي أعطنا اختيار. الفروانية. الفروانية. الفروانية افتتح في 2015 في الفروانية، ومحافظة الفروانية هي تأسست في 1988. مبروك، حصلتي على 50 دينار مقدم من وزارة الإعلام وكوبون 50 دينار مقدم من مركز وايت لطب الأسنان. احنا نتواصل معاكم بعد. رائد مساء الخير. مساء الورد. يعطيك العافية. يعطيك العافية. شلونك؟ بارك عليك ان شاء الله. طيب. علينا وعليك ان شاء الله. شو اخبارك يا رائد؟ والله بخير الله يسلمك الحمد لله. منطقة سكنية كانت معروفة بكثرة النخيل بالكويت. زين؟ هل المنطقة هذه شو اسمها؟ شنو تسمى في المنطقة في الوقت الحالي؟ حاليا؟ اي. في اختيارات؟ في اختيارات. في حيل المانجا شنو؟ جبلة؟ لا خليك اعطيك انا اختيارات. خليك معي. اوكي. المنقف، الفحيحيل، الأحمدي. المنقف؟ مو المنقف.
مشكور على مشاركتك معنا. ناخذ اللي بعده. نقول مساء الخير. المنطقة هذه يكثر فيها النخل بالتحديد فحل النخل معروفة بالأحمدي. شو اسم هذه؟ منو معانا متصل؟ نروح فاصل ونرد لكم مرة ثانية. متواصلين معاكم مرة ثانية من متحف بيت العثمان. تحرير مساء الخير. يا هلا مساء النور. مفروض تعرفين الإجابة على طول لأن احنا قلنا منطقة معروفة ومشهورة بكثرة النخيل. اي ما يبيها بعد فحيحيل. فحيحيل يا سلام عليك. مبروك يا تحرير. منو مسميش تحرير؟ انت والدة بالتحرير ولا كذي؟ اي بالتحرير الوالد الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. الجائزة 50 دينار من وزارة الإعلام زائد كوبون 50 دينار مقدم من شركة أطياب المرشود. متواصلين معاكم واتصالاتنا عبد الحميد. عبد الحميد مساء الخير. مساء النور. هلا والله. شلونك عبد الحميد؟ خير الله يسلمك. يلا ما باقي شيء على مدفع الإفطار. عندنا جزيرة بالكويت ها أطلق عليها اليونانيون اسم الجزيرة السعيدة. في اختيارات؟ احنا عندنا 3 جزر. اي ايوه اي اليونانيين فيليتشا. فيليتشا اي فيليتشا. جزيره فيليتشا هي الجزيره السعيده واطلقوا عليها ايكاروس يعني لان في بحر اجى باليونان كان في جزيره جميله فاطلقوا عليها ايكاروس على فيليتشا. ايضا انت سعيد معانا حصلت على جائزه مقدمه من وزارة الإعلام 50 دينار وأيضا 25 دينار من شركة عبرات للعطور. سكينة بطل. مساء الخير. مساء النور. كل عام وانت بخير. وانت بخير. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك. طبختي لهم شيء سكينة اليوم ولا لا؟ اي اكيد. شنو مثلا؟ اشري بهريس اللي تبي. تعال حياك الله. الله يحييك بالعافية عليكم. أبراج الكويت 3 أبراج عندنا. الأبراج الكويت من 3 أبراج يتكونون صح؟ عدل. كل برج شنو فيهم؟ والله شوف واحد مطعم. واحد مطعم برج الترفيه تمام. اي عدل. واحد كنا نسمع فيه ماي تمام. اي والثالث واحد اعتقد انه هو يورد كهرباء. يورد كهرباء. لا تعتقدين انت اكيد. مبروك 50 دينار من وزارة الاعلام زائد كوبون من مركز وايت لطب الاسنان. الأبراج الكويت افتتحت في سنة 1997. احنا متواصلين معاكم. حمد مساء الخير يا حمد. مساء النور. كل عام وانت بخير. وانت بخير صار السلام. ما في مرة بسفرة بكذي بقعدة طبخت لهم حمد ولا ما لك بالسالفة هذه؟ لا والله مالي. ما لك شيء. زين تمام. متى افتتحت المرحلة الأولى من حديقة الشهيد؟ تعرف حديقة الشهيد قبل شنو كان يسمونها؟ البوابة. بوابة الكويت سور. لا 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 قبل كان يسمونها الحزام الأخضر. احنا نرد على سؤالنا. متى افتتحت المرحلة الأولى من حديقة الشهيد؟ في اختيارات. في اختيارات. سنة 2010 2012 2015. إجابتك صحيحة. مبروك 50 دينار من وزارة الإعلام وكوبون 25 دينار من شركة عبرات للعطور. احنا متواصلين معاكم. أنا بنزل معاكم الحين ونكمل معاكم اتصالاتنا تمام. منو معانا؟ غازي مساء الخير. مساء الورد. حياك الله. شلونك؟ بارك عليك الشهر حبيبي. أحلى شيء بالقاعد يتصلون كله يوزعون ورد كله يقولون مساء الورد. هذا شغلة حلوة وتفاؤلية. حياك الله معانا حبيبي. حي ودوم هلاك. زين سؤال الحين احنا قاعد نقول مركز الكويت للتطعيم وين موجود؟ مشرف ارض المعارض. هذا هو سؤالنا. متى تاسس معرض الكويت الدولي؟ معرض الكويت الدولي متى تاسس؟ اي افتتح متى اي سنه؟ في اختيارات. في اختيارات 69 70 71. 69 70 71. اي ها اللي معك شي يقولوا لك 71.
ها؟ 71 71 تأسس معرض الكويت الدولي عام 1971. يا سلام عليك، فزت معانا بخمسين دينار مقدمة من وزارة الإعلام وخمسين دينار مقدمة من مركز وايت لطب الأسنان. منو معانا بعد؟ الحين عندنا سؤال عن المكتبات. فاطمة ألو. ألو ألو يا هلا. شلونك يا فاطمة؟ الحمد لله. كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلام. شكلك توك مو قاعدين في النوم فاطمة، أنت مو مشاركة معاهم بفطور اليوم؟ والله قاعده من قبل شوي. الله يعطيك الصحه والعافيه. متى تاسست مكتبه الكويت الوطنيه؟ اذا قلنا مكتبه الرويح الاهليه هي الاهليه، احنا قاعد نتكلم على مكتبه الكويت الوطنيه. مكتبه الكويت الوطنيه متى تاسست؟ اي في خيارات، في خيارات 1920 1921 و1923. قلنا احنا اذا قلنا احنا مكتبه الرويح تاسست 1920 كما مكتبه اهليه وخاصه، ممكن 20 او كم؟ اي قلنا 20 21 23 23 1900 23 23. يا سلام عليك، الإجابة هي هذه الإجابة الصحيحة. تأسست مكتبة الكويت الوطنية 1923. 50 دينار مقدم من وزارة الإعلام، كوبون 50 دينار من مركز وايت للطب الأسنان. يا عبد العزيز. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك عبد العزيز؟ كل عام أنت بخير. وأنت بخير. سلام حبيبي. عبد العزيز، في أي عام تم اختيار دولة الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية؟ في خيارات 2012 2014 2016 2012 2014 2016. 16 اتوقع. ها اتوقع 2012 اخر محاوله. 2012 2014 2016. 16 صح، هذه الاجابه الصحيحه. مبروك، فزت بخمسين دينار مقدم من وزارة الإعلام وأيضا خمسين دينار مقدم من مركز وايت لطب الأسنان. فيصل مساء الخير. مساء النور، مساء الورد. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير صح سلام وبركة كل شهر إن شاء الله. إحنا وين الحين موجودين؟ إحنا في متحف العثمان حولي. بيت العثمان في حولي، يا سلام عليك. هنا. سؤالنا، في أي عام تم إشهار الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين؟ نعم. هذا السؤال. في أي عام؟ إيه 61 71 91 61 61 71 91 61 إيه ها انت 61 ممكن أو 71 ناخذ غيره. شكرا قتيبة، نشوف قتيبة. يا قتيبة احنا نبي نقول لكم على شغله يعني مهمه، خاصه الاخوان اللي قاعد يتصلون. يمكن من خلال ثلاثة ايام وصلنا الى 295 شخص راغب بالاتصال معنا، ولكن احنا وقت البرنامج محدود فناخذ بشكل سريع اكبر عدد من المتسابقين. ان شاء الله باكر راح نكمل معاكم، ثواني معدوده ننتقل الى قصر نايف انطلاقه مدفع الافطار، ثم نعود الى مسجد المرحوم عبد الله العثمان واذان المغرب بصوت القارئ أحمد الطربلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاهز؟ جاهز.